قوان ياؤنا الحياه لتحقيق الرخاء والنجاح والسعادين في حيات. خطواتها الول: الف مرحب، الف مرحب بك نقطه قناه التاريخ والثقافه الخاصه بك هيستوري توتلف. نقطه للحصول على افضل النتائج، استخدم سماعات الراس. اقدم اليوم تاملت ياؤنا الحياه لتحقيق الرخاء والنجاح والسعادين فقوان في حيات. خطواتها الول: يمكنكن استماع إليهان أثناء من أو ممارسة الرياضة أو ركوب وشم التاء للنفاق أو الحافلين أو مجرد الجلوس أو إغالق عينيك أو نقطة تأمل أو استمتاع بالمحتوى. محور ملحظة مهمة: هذان الفيديو رف شاشة سوداء لذان أذان أردت استخدامه كوسيط للتأمل، يمكنك فعل ذلك. ألف تمام. فالظالم: أفهم أن المحتوى الذي ستستمع إليه معقد فاصلة، لكنه مصمم لمساعدتكن فالقاء نظرة عن آفاق جديدة للتطور في حياتك أو نقطة حياته. تيمكنكن استماع إليهان عدة مرات كمان تريد حتى تمكننا من التقاط عمق الرسالة وجوهرهان. ستتعلم اللنف هذه الرسالة إلى أكاديمية الصارمة كيف تبدأ طريقك نحو النجاح والازدهار والسعادين من خال إسقاطك إلى عقفة. نقطة رحلة نعت الحكمة، ستكون في هنا البطل. كلا يكون هذان أممكن فاصلة، عليك ألف أول إعداد عقلك بحيث يكون فوضعا يسمح له بتعلم عميق ودائم وشامل ممان يؤدي إلى تعظيم. نقطة عقلك للوصول إلى أقصى إمكانات الفهم. من خلال رحلة التخيل هذه، ستصل إلى عقلك الباطن لتطوير الظروف للزمة للوصول إلى أقصى درجات التعلم من خلال نقطة إلقاء نظرة على نفسك للظروف الحالية من أجل تجاوز ذلك الشخص الناجح وألوفة والسعيد الذين تريده. لبدء رحلتك الخاصة، من خلال نفسك الداخلية ولن يكون في هان بطل الرواية، يجب أن تفهم أن عقلك ألتاء يمنتب ياء حدثنا متخيل وحدث ستعيش هاني ستكون تجربة حقيقية بالنسبة لك. نقطة أن التحقيق وأننا التجربان البات العقل يالم دبر آلسة حر. نقطة العبقري الخالق: افهم أنه أذان تخيلتنا ألف شيئا من في عقلك، فإن عقلك نضى يفت أنك قد جربت ألف هو حق من كانت تتخيله فاصلة، وهذه الطريقة تألشتني أكبهان روابط عصبية جديدة يتم تخزينهان ممانا يجعل شبكتك العصبية وأكت ألف تقوي وهو المرفيال النهواية نفسكم في هوين. نقطة ونطاق الكون المعروف وغطى المعروف. نقطة لنبدأ: ضعف اعتبارك أن تبدأ بهذان اليوم ليس أي يوم آخر، فحياتك فاصلة وأن ألف يوم أقل فحياتك ألف اعتماد على الطريقة تآل تراهان بهان أو تريد إخبارهان فاصلة، فإن حياتك تاء هاء نال انت واحدة ليست هو حياتك فقط والي أكت من مجموعنا كلنا أليامة آل عشت هوان فحياتك الإسمحوان منا آلنا ألف فصاعد فاصلة قدر الأمكان أن أتحدث بصيغة من المتكلم أنهن من آلنا ألف فصاعد ستكونن هذه الفكرة لك. نقطة وحدة: اليقياء من وجود كائن، لذلك لمن أعد أتساءل مع عدم خارج ألف بعيد مع فاصلة كيف سيكون تاء يو ألف محسن يو اليوم ألف وغدا أتنحك مت وسيكون كل يوم كمان أريدهن فحيات فاصلة أننا البطل وأنه حيات شحيات. نقطة ألن نؤال الوحيد الذي يهم ألف حق هو الحياة، على ذلك فاصلة ألشد للشعور بالخذل أو الاضطهاد أو التقليل من شأن أين شخص أو أي إن آخر. النقطة أوضح أنهن فهذان التأمل سأشأ ألف حرصي إلى الحزن الذي ينبع من المادة من الدنيوية ممان نعتقد أنه مهم ولكنه لن يضاه مع من هو مهم إيش حق ألن أهل. نقطة المهم الوحيد هو الحياة، بما على إشارة إلى أشياء قليلة نائئة الأهمية أفعال توا مصطلح الخفة شوفقان البوثيوس الناس الذين يريدون أن يتذكروا وان خفة حين مشتقة من التقلبات يلتجعلنان اغتذهاننان بسهولة، وذلك بسبب هشاشة وجود أعمدة ضعيفة لدعم الأمور المهمة والساسية إئلمر الذي يقودنا.
فالنهاية إلى اتخاذ القرارات. نقطة قرارات نقطة أخطاء القرارات. نقطة أعطنا أهمية لألقي لا أهمية. قال بوثيوس: ألف حسن، أشخاص الذين يريدون أن يتذكروا أن خفتهم سيفهمون النتيجة المحزنة للملذات. نقطة أذان كان بإمكانهم توفت السعادة فاصلة نفلا يمنعن أين من التبارك الوحوش. نقطة نهاية الاقتباس. على المفاهي كمركب من ناجم عن المادي أو لذلك فاصلة فإن إئل لما والحزن اصطنا فاذهاننان فهو ليسن ألف شيء ألف طبيعي أنه نيغ. نقطة الحانلة الطبيعية للشعور بالفرح والسعادة والمتناني للحياة. وأناني أفهم أن الحزن ليس إيش طبيعي فاصلة أشك قادر على التأفت فاصلة لتغيط صفات آخر فاصلة مثل البيض بغض النظر عن الكمية فإنه يغطو السواد والحرارة والن تؤدت بنفس القدر الحب فاصلة الحسد إلى نقطة بطريقة تجعل فعل الشعور بالحزن وخيبة ألم ولا مصائب نوغتها مننا ألا حزان يغة الحالة ولا الطبيعية لسعادة في ألنا كإنسانة بطبيعة أميل إلى لا لنهيتنا من ألا الشيائن الجيدة فاصلة أين أنهان تميل نحو السعادة للنهائية. وبلا فإن الحزن واللحباط لف حد ذاتهمان ليسان أكت من شعور إغتاء أو يغطي حالة الطبيعية للسعادة دون أن ننشأ أن هذه الحالة السلبية نتيجة قرارين فأعماف والشعور بهذهن الطريقة تن أدرك أن من أحتاجها ألف حق واشتاق إليه هون للنجاح. نقطة والصحة الجيدة وازدهار والفرح مدى الحياة. باتباع المعلمة الفهم تياء بهان والإنسان على أنه كائن يميل إنل للنهاية فتعطشه للمعرفة فاصلة لمعرفة المزيد والمزيد فاصلة لأنه كلمان أكد كلمان أراد أن يعرف عرف أكد فاصلة أفهم أنه كلمان زادت السعادة المعروفة كلمان أرادتنا المزيد فاصلة كلمان عرفتيا للنجاح فاصلة زادت ترغب فذلك فاصلة وكلمان عرفت من هو جيد فاصلة كلمان بحثت عنه فاصلة كمان يحدث معا كن تلك الأشياء المتصلة فإي الإنسان بطبيعته نقطة الأحد يحب من لم يعرفه أن أدرك هو من ثم فهمت على الفور أن الخطوة الأولى لتحقيق الازدهار والنجاح والسعادة تأن أعرفت أن أعرف لا يسن ما المفهوم ما إلك بي أو الرسل المصطلحات ولكن شعور بالشعور مثل من أنوين تحقيقهن من هذان المنظور وبطريقة طبيعية وبسيطة وعفوية أستنتب أن كال من النجاح والسعادة همان من الظروف الطبيعية للإنسانية فاصلة وقد نثبت أنه مننا الصحن وأولسهن أن تبتسم من العبوس علنا رغما من حقيقة أن عادة العادات للسيئة فالتفك عودت رصفن بإحساس غت طبي لوجود نان فمفنتاح السلبية تصبح حالة تفكست من الحالة خططة فاصلة بنفس الطريقة تصبح بهان طريقة الجلوس غت الصحيحة عادة تؤثر على الإنسان كون إن العمود الفقرين أو طريقة يائل مساك بأدار فاصلة نوال قد تتبدو أبسطن من ألدات على صحيحين ألنانان معتادون عليهان استمن عنان من تحقيقنا أقصى استفدة من كلامنا آل التي نفسهان وترهن آل ممتي آل مقدم فيهان فاصلة ألننا سكوننا على الطريقة الصحيحة ألف وسكون على الطريقة الذي لديئما هواء الأسهل بلا النسبة في أخذة بلا شك منال المستوى المتوسط وإلى المستوى ألعن لذلك فاصلة أذان كان الصحيح هو من هو الخا من العيوب أو العيوب فليس من المناسب أن أقبل القليل مقابل المزيد لذان منا آلا ألف فصاعد أقبلت أن مليئة بالحياة مليئة بالصحة فاصلة مليئة بالنجاح نقطة مليئتنا بلا الرخاء وتفيضنا بلا السعادة ألنهان كذلك فاصلة ألن هذان من أريدها فاصلة ألنه هكذان عين بأني كون ألنه طبيل فداخ عبو أوبات على أكوننا نتيجة لعادات سيئين مكتسبة ومن شأنهان أنن تولدت أذان لمن يكون واني قد فعلوان ذلكن بالفعل فاصلة يكمن نقطة شعور بعدم الرضان تحت ستار الرضان بأقل ممان نستحقه لذلك فاصلة أتخيلنا أنه يمكن الحصول على الرخاء والرفاهية بغض النظر عن الظروف الحالية
وأنه يمكن استمتاعك بصحة جيدة ولياقة بدنية جيدة فاصلة النكت، ويمكن أن أحصل على الحياة السعيدة الأريدها تهو ألين أستحقه. شوف في هذه المرحلة أسأل نف كيف استحق ذلك؟ ما هي نستحق من استحقه؟ أن نستحق من أريد أن استحقه أو نلجوها نودت وأنا أن أجيب نقطة أنا نستحق المقدار الذي أحاول أن نستحقهن أي تآل أبذل هاني ستحق؟ قلنا مقدار القيمة يكمن تأفهم هاني أنه عندما أكون آل ألل أفعى فشد أفعى قادر علينا تحويلا آل النية فاصلة نوال الرغبة والجهد فاصلة نوال الرغبة إلى الحق سأستحقن في هان من استحقه منذ الفعل الصحيح هي اللحظة آل ففعل الجدار إن فستكون هذه أو صحيح في العمل وليس محتمل فهو نضى ألف يفت ألف مسبق أئل إجراء الذي يتوافق معه رد الفعل بقوة وشدة مساوية لذلك الفعل تبهذان المع تال يمكن وآل إتقاءنا إلى المستوى الذي أدرك فيه إنهن بالإضافة إلى جدارة أفعى أستحق ألف أيضا مبدأ استحقاق لالال أتحدث بهان عن كلية ممارسة الكالم فأنا نستحق القدرة على ممارسة توابلتا بالطريقة نفسهان فضاء الجيدة وعادة الحميدة ولستتحول تفاعل نهايتنا إلى أفعال نقطة إلى اختله تأث وأنا نستحق أن أكون لعالية مث لذلك فاصلة آمنا أشعر فاصلة عشوة الصفن ألف مستحق من تستحقه وفي هذه المرحلة أفكر فاتفك تلفة متى جيد خاص حسب وال راغب لنقطة متى أتخيله بتفاصيل رائعة ألف أنستحق واحداً أفضل وأتخيلها بآل خوف وبال حواجز تمنعنا الكبة أو الفاخر تحسن فاصلة للماذان لو اعتقدتنا آل أن هذان لألم تهون الذي استحقه ألف حق أذان سألوك من السيارة تآل تحبها نون إن خيالك ألف تلقائي فاصلة ثمران تصورات الواقع وصلت إلى ذكائك ستقدم لك السيارين على الفور فالواقع فاصلة أنتن تراهان بالفعل لقد تبلورتن بالفعل فذهنك فاصلة لديك بالفعل نفي جزء من مسألتك بداخلك الحظ كيفنا أصبح موضوع السيارة من الخارج ألف نقطة آل من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل يمكنكن أن تخت نفسك شيء أتخيل هاني فاصلة أرى لونا أرى الداخل أرى نفي خلف عجلة القيادة أشعر برائحة سيارة جديدة سيارتي الجديدة وآلا أدرك هدون عاطفة ودون خوف أن هذه السيارة الواحدة نستحق هان وأنا أقود هان فاصلة ننن تلك السيارة يمكنكن أن تصبح معلمك الخاص فاصلة ودليلك الجدير بالثقة فاصلة ولكننا للقيام بذلك فاصلة يجب عليك بالتاء كيد أن تتولى مسؤولية مصتك نقطة وتتجه بجرأة وحزم نحو المكان الذي تنوي الذهاب إليه لقد بدأت أن أدرك أنه تحى فاصلة وأقوم بتغيته عن قصد بحيث إن تكون بداية نهاية الطريق درحل بالفعل أقوم بتغية شكل يتنتهى الإحساس حآلنا فاصلة وترك الأشياء تتدفق دون سيطرة والنتيجة مع من قمت به بأن محاضن وبدون هرو وبهذا على طريقين ألف أيضا فاصلة لنا يظهر أمن لمن أمارس شلا أرادت لحرين للسيطرتنا فاصلة ألنهن بدون تدخلنا تتحسن هذا هو ألا شيئا من تلقاء نفسهن تنهان تفتقر إلى الحركة الكافية لانتقال إلى حيث أريدهن أن يرحلوان فاصلة أن أدرك أن الحركة فاصلة والسيولة والمسار أمنحهن نقطة وأوجههن من مصتي شين أقوم بالتوجيه والإرشاد فاصلة وأنان أتوافق مع قانون الحياة من أجل تغيط ظروف أن فقط تحية الحالية أعرف كيف أفعل ذلك تل أفهمن ذلك ألف أيض من من عداني ذلك ستمر السنوات برسعة كبته كتوستتي ألف أختنف الوضع لا لحة وبشكل نض ألف أفت فاصلة من خال لعدم للتدخل فاصلة وعدم للسيطرة فاصلة نقد تسوى حال نقطة التوجد حدود أو حدودنا لنتيجة الفكر سواء أكان ذلك لألفضل أم لألسو تولكن كيف يمكن الإسجام مع قانون الحياة
كيفنا أجعل كل إنش يتدفق. أول القوان ثمن تمريرنا الواقع أن أفعله هو معرفة تلك شيجب راغب وصياغته تداخل تغيته من هناك حسب وللخارج إلى البطاريق الخاصة، ثم رؤية كيف يعودون إلى الخارج بمجرد تشكيل هان من قب. ضح حقيقة يال ثمرين وعواقبه حافعا ضف ألما، وأنا أعلم أنه يؤلم أفت إلى عد بذلك، لكن عندما أبحث فاصلة أجد على الرغم هكذا من كان إلمر فاصلة لقد انتهى إلمر لم يعد إلمر كذلك، وقبول ذلك لمن أنه مؤلمون بلا النسبة قودة إلى أف آلعت بتواضع لقب فاصلة ندون نخجل فاصلة أن كنت سبب كل العواقب بنفس الطريقة في يمان يتعلق بالمستقبل أنا نآل فضد عواقة المستقبلية مع اختلافني في يمان يتعلق ح سبب نبل ما الذي أعرفه وآلنا فاصلة وبمان أن أعرفهن فاصلة فأنان أفهمتت لأن مالكن مستقبل نقطة أنان فاصلة ولا أي شخص آخرا ألا أحد أو ألنا شمن الخوارج إما كننا لا أنا يتدخل بدواخك مانا أفعل تألنا من أنان عليه وأنان ألف أيضا من أريد أنن أكون وفي نفسنا وبنفسنا المبدأ الذي أريد أنن أكون فأنان أنان ألف نقطة أيضا شو سأوضح هذان لنف من خلال قوان ياء الحياة فاصلة قلنا آلن أفهمنا أن التعلم يكتشف من كنت أعرفهن بالفعل القانون وألول نقطة قانون العقلية إنه يقوم علينا القول بأن كل إنل هو العقل فاصلة والكون هو خلق شعق ألفنا الوفق لهذان القانون كل ما نخطته هو خلق عقايعة عن نفسه إتي جسدي بالإفعال الصالحة والسيئة التنشأ من أنفسنا نقطة لكن دعونانا نركز فقط على الكون من منظور يا الإنسان أين الكون من الداخل إلى الخارج دعونان نرى ماذا كان كون وائل الإنسان قبل 4000 سنة عندما رسموا واني فالكهوف كان كونهم ألف مقصور علينا الحيوانات فاصلة وأعمال الصيد رس تحدثنان عن ينع ربمان ثالث ياء ألف تكيلومت من الفضاء فاصلة تلك كانت قادرة علينا السفر كان هذان كلهن فأفضل الحالة ألف لنأخذ مثال آخر حيوان أليف أرنب يعيش بحرية لنا فمتى نطعمه ونعطيهن ونعطيه وأننا نعلم أنهن في الطبيعة بعد العيش فبيئة محمية ستكون حيانتهن لفخطرن جسيم النقطة بالنسبة لذلك الأرنب فإن مساحانه ألمت وألثاث وأماكن أختبئهن ألكون نبئكم له الموجود فاصلة نخوارج بندخلنا لألمتا لا يوجد أش يشت هذان إلول الكون المكات فاصلة والفضاء فاصلة ويسهل فهمه ألف أيضا بنفس الطريقة ليمتد بهان إل الكون الظرف أو المكات لا شأ الذي تلقيتهن معنا الكون هل هذان هون آل؟ من هون مفهوف المدرسة فاصلة نفائ الإخبار؟ على تلسكوب هابل أوين جيمس للعي رؤيته فقط وليمكننا أن يكون الكون إنهن أقل من 1% ممان يمكن رؤيتهن أي من يمكن شوي هل هذان كل إن؟ نقطة وهذان من يمكننا أن تراه عيناي فقط ألحش فاصلة والإذكار أذان كانت معرفة نان تعتمد على نوائل إدراك ألحش لنشكل هان مستمدة من تجربة نان منخال للحواس فإن آئل إدراكتش الذي ينبعن من حوا هو من استوعبه فاصلة وإذا استوعبت الكون أل فأنان يمكن أن النظف دخنفت ألف تموام أنا ألكون نجزء مؤلف تموامكم وأنا أنا جزء من ألكون نن ألنا كل تلك المكونات تتهو لأجزائنا تهو لأي نقص من إلي هوان ألكلا ألي لحقتنا لهوان وبلت الكون هو نقطة أنان وأنان تهذان يفسن قانون العقلية الآل بمجبهان من نعيشه هو خطن عقايعة عن نفسه ألفنا التنشأ من تجسدي بالحقائق الجيدة والسيئة نقطة أنفسنا دعنان نواصل مع القانون الثاد نقطة القانون المراسل يتجل قانونا المراسلة من خلال البيان علنا النحو الوارد أعلهن كمان هو موضح أدناه
أعلن النحو الوارد أعلى. ألف وفق لهذان دي الأقوى المستوى للقانون، تتدل الحياة علن المستوى المادي والمستوى الرو نقطة لذلك فاصلة نون، فإن العالم الخارج هو إسقاط لمان نشعر به ألف داخلي. كمان هو المذكور أعلى، كمان هو موضح أدناهن أعلى، الخارجن فالداخل مثلنا الداخل، هون العالم فالخارج نقطة والعالم الخر ولا الدخ، كمان العالم الدخ هو العالم الخارج. المحتوى له شلن الحاوية، الماء ليس له شكل فاصلة لكن الماء الموجود يمنع شفة الزجاجين له شكل الزجاجة فاصلة، وبمان أنه يوجد احتواء إشمان واحتوائه بطرق مختلفة أنهن أذان كان الماء في جرة، فإن جوهر الماء آليتغة فاصلة نولكن أذان كوانا لنموذج يعتمد على الحاوية بنفس على الطريقة مع الخارج، فإن على الظروف تتكيف مع على الداخل لمن يحتوي هوان ممانا يعي أنه يمنكن تغيتها المرت من أنا عليه وليس ألف، فهذه الحالين أنا كحاويين أنا طريقتنا الوجود ككائن هذان يجعل شيء آخر وهون غت نشط أنا نقطة. كذلك هو من يشكل الشكل تداخل خاصة لكننا مع ذلك الشكل نشط لذان، فإن الجزء الخارج فاصلة التي ويمكن تصميمه أية أنه كن تغية شكل الحاوية، أن الحاوية كحاوية يمن وبلتا جعل الطريق لأنان يتلقى الجزء لخرج لتغيتا إن هانا للطريقة تيالي مكن بهانا إدرة تغيتي لمظهر تيالي خرج ألنا هذان لتغيت ضيفة أنا يكون ألف تغيت آخ مثلنا تغيت آخر لفاصلة لأنه من في دخاء أجل تشكيل للشكل لخرند أليت عياء عالفنا لأول تشكيل الجزء لداخ حيث سكون الفشك فالصورة والشبه. لذلك فاصلة أفهم آلنا أن العالم الخرج هو بالفعل إسقاط لمان نشعر بهن ألف داخلي. القانون القادم قانون أس آلها يعتمد قانون وزالت على العبارة تشهتة آل إش ساكن النقطة يسة هذان القانون جي ألف النب آل جنب مع قانون الجذب، حيث يعتمدن كالهمان عن الإفكار إلي جابية أو إزات آلهة لتوليد بالذات. قلت الوبالة عندما نتنهد بشكل إيجا ونتحكمن فأفكار ذهاننان تجاه ما نريده تنتتيح لنا التقدم فحياتنا فاصلة نحصل على الفرص نقطة نحون أهدافنا نقطة دعونان نرن من يعنيه هذان القانون شهلية كل إن كمان قاله تقليدس فاصلة أم أن التغية مجرد وهم للحواس كمان أكد برمينيتس. الميتافوت بالنسبة لستو التغيت ليس مجرد مظهرنا أو وهم ولكنهن موجود بالفعل نقطة لتفس تذلك لجأ أرسطو إيا للمبادئ نيقية نقطة للفعل والسلطة ألف توفق ألسطو فإن كل تغي يعي الانتقال من الفعالية إلى الفعل نقطة وماذان تتعي هذه المفاهيم الفعل يعي أن يتمنى إدراكه بالفعل أي من هون موجود بالفعل تهي بذرة فلحظة معينة النقطة على سبيل المثال البذرة فالعمل ألف ولديهان القدرة على أن تصبح شجرة والطفل هو طفلا يعمل ولكن لديه القدرة على أن يصبح رجل القوة تتعي من ليس ألف موجود إنه احتمالية بسيطة أن يصبح شف تلك اللحظة ولكن يمكن أن يصبح نقطة بعبارة أخرى القوة من ألف شيء آخر وإن أن يخضع للتغيير مهمان كان بسيط أكد ترتبط طب قوة بطبيعة الكائنات على سبيلنا المثال فاصلة هل يمتلك الكلب القدرة على إبطان هل يملك الرجل القدرة على الجرين من تماء كيلومتر فالساعة نقطة إن طبيعة إن كلنا واحد تحد من إمكانياته الخاصة وبلتا من المحتمل إئالا أن أكون من أريده بالطبع ضمن حدود جوهري كإنسان قد أرغب ولف أن أكون دجاجة لكن ليس لدي جوهر الدجاج فاصلة لذلك جوهر بلدي هو من هو عليه ولنت يمكن تغيتها فاصلة ولكن في ماني تعلقنا بجوهر كإنسان لدي القدرة نقطة علنا أن أكون من أريد يعيت هذان أن آلنا تتفي فعل من أنا عليه آلنا
لكن فقوة مجموعة أولين حصل هانا منا ألحة مآلة الممكنة الكوننا أو أكون كمان أريد أن أكون أو أكون. وعندما أقول ألحة مآلة الممكنة افهم أن ألف شيء من بحقيقة إنهن ممكن. بهذه الطريقة يشت المرور من القوة إلى الفعل إلى الحركة. لذلك أذانا كان قانون وزالت ألف قائم على العبارنة الشهتة فالإنشن ثابت. أنكن إيش في حركة إن مستمرة تفعله هون أن فالكون فاصلة نمان أن يمكن أبقى ألف ساكن نقطة قبول أنن أكون وأعمل على مان أنان عليه آلا تي ولدين آل. مع العلم أن من المحتمل أنن أكون ألف ثري ألف وسعيد ألف وناجحا. فغيبن الحركة الإلزمة للانتقال من القدرة إلى الفعل. نقطة القانون القادم. نقطة قانون القطبية. يوضح قانون القطبية أن كل إنش له زوج من الاضداد فاصلة لكن إيش مزدوج. كل أش له قطبان فاصلة المتشابه والعدائن متماثلان الاضداد متطابقة لكنهمان مختلفتان في الدرجة. يتلمس الطرفان نقطة أحد المثلة لفي من هذان القانون هو أنه لا يمكن ألحد أنا لدرة. نقطة الفرح والسعادة فاصلة لكنه يعرفن من يشبه الحزن والتعاسة. كال يمكن اختبار الضوء على هذان النحو أذان كنت تعرف من هون الظالم. لا تشعر بالنجاح فاصلة يجب أن تكون لديك فكرة عن. نقطة ماهية الفشل. نقطة بطريقة تجعل تجربنا المرء تدل على معرفين يا آخر. بهذان ألمع أستطيع أن أقول أن هناك ألف خد وأن هناك ألف شي أيضا ألف نقيضه. ومن هذان المنظور فاصلة ستكون نألست واجية أشيء إبصي شو. لكننا ماذا يحدثنا أذان سألت رسم في أن آل أنان ببساطة أفتح إلى إمكانياتنا لفهم أن رسا ليس إلى غيابنا إلى اخت نقطة أننا الأمكن. نتاج غيابن إلى اخت هي الأعيش هاني اليومة ظروف الفقر أو الحزن أو التعسة. ضال يحدث بسبب بعضن الفساد أو رس أن تحول شهيته إلى الفورسية. فبعض المبادئ اللب لذلك فاصلة أننا الذين أمن بطبيع النحون للنهاية سوف أميل إلى المتالئ والمتالئ هون أكت قدر من إلخ وليس تفغي به. أن اللعق يخنتت أن أرغبت رس فاصلة فهون فإلخ وتجنب لأكت أذاني كانت كذلك نقطة الكون نلك جزء منا والكون بطنبيعته جيد. ألن كل أش موجود الشاء جيد لحقتنا الوجود وهو نفس لسببنا فألكون له نتيجة ألقى سقدر مننا إلى اختي الذي منحه جوده والذي جعل أفهم أن النآل ازدواجيت تتمثلت أل سواء الشول آل خرين من خال لأفعث اختيار أفضل نخت لنف. فالفعل أوين الإمكانات كلأكون ألف شقادر عن لملء نفي بالمتالئ وليسن بالغياب نقطة. إنهن فهذان بطريقة أنه حتى أثناء أن مسار حركة تحول كيات نحو الكائن الذي أريد أن أصبح يمنع الطرف المقابل. نقطة القانون القادم. نقطة قانون الإيقاع. قانون يا إيقاع ألف شوفق لهذان القانون. كل يزداد ألف مد ألف وجزر نقطة. هناك أشياء تتقدم وتتأخر. قلنا عندما نطبق القوان يا السابق ويأتي كل إنش فالوقت المناسب. كل إنش ينحرس يتقدم أجعش ويتدفق. كل إنش ويت فاصلة لكن إن يرتفع ويهب. كل أن يتحرك مثل البندول مقياس حركة هاني إلشين نقطة اليموية هو نفس حركة هاني إل اليسار نقطة إلقاء هون تعويضه. بهذان من يحدث مع حركة المجرات والكواكب وفصول السنة والمد والجزر باتع والقلب والتنفس والإفكار ولو شعال يوجد أيدوم. كل إنش يطغت باستمرار ومع ذلك يجب أن يعود كل إنش ألف إيه لمكانهن عاجل أم ألف آجل فوتتتها تهاء حال الطبيعية نهو حال الطبيعية تحالة السعادة فاصلة حالة الوفنة أن الكوننا يفيضنا بالوفرة. عأذان تكيفنا مع التغييتات ووجدت إيقا الخص أشف وآم مع إيقاع كلنا أل من ننحو. فسأكون مثل الماء فاصلة أتدفق وأتكيف مع المناظر الطبيعية. أليمر بهان دون أن أفقد طابع هاني وقوة هاني.
يمكن مقاومة قانون إيلي قعوال تآلنت، يمكن تغيير الدورات أيضا فاصلة، لكن يمكن أن أتعلم كيف أتدفق معهم وأن أفهم فهذان التدفق المتناغم لوجودين مع الطبيعة تأن هناك لتحيط تألف شي وقت لكل نائش وأن كل يأتي فيهنا للحظة نال مناسبة فاصلة نوتلك لحظة آل واستظلنا ألف دي إم ألنا منسيئة سكونا له ألف لدي إم بدية واعتمال عفقت أن تكون إلا بداية وآل نقطة. القانون القادم نقطة. قانون السبب والنتيجة. إن قانون السبب والنتيجة هو أحد وأفضلا القوانين المعروفة ضمن هذه المبادئ فاصلة لأنه كمان تقولن فرضيته كل سبب لهن تأثته نقطة وكل تأثت له سببه نقطة دون الحاجة إلى مزيد من التوضيح. يؤكد هذان القانون أننا كل من نقوم به له عواقب. الوضع أن أعرف بالفعل عواقب لحات تبنى أعيشهان فاصلة أتصورهان أن أراهان فاصلة وبالنسبة لألسباب أفهم ألف أيض أنهان متنوعة شو معقدا ولم تشابكة وأتفهم ذلك من أجل فهمهان مرة أخرى. يجب أن نبدأ من معرفين إيال وأن نأخذه ألف الحق ونفهمهن بطريقة تجعل هذان الكائن ألف ما فاصلة وهو الموضوع تجزء. إذن النوع الأسباب جعلتنا أسباب تألصل الذي تسبب عواقة أو بعبارة أخرى من هو السبب نوع. وأن أنا أسأل شف كل تأنن أصبح الشخص الذي أريد أن أكونه أشعر أن الإجابة ستعطي الكثة من أدلة حولني هو يوجد سوى أربع أنواع من الأسباب وجميع الأسباب الأخرى هذه أو مشتقة منهان أمان بالنسبة أرسطون وتمان تا ألكوي فإن يقي الميتافة فاصلة ندعنان نسميهان حكمة يقياه الميتافة علمنا الكائنات ككائنات وعلى هذان نقطة النحوم علم الأسباب الأول ومبادئ الوجود نقطة. ذكر أرسطو أن هناك أربعة أسباب رسمية ومادية وفعالة ونهائية سوف نرى قطط صنعت منهان إنهانه المادة المادية نلضية المادية كإنسان مادة يكمن السبب الفعالة فالشخص الذي جعل الوجود أو الحركة ممكن أن نقطة أنان كإنسان لنن أكون بدونه تها حكم النهائية فاصلة ونهاية وجودي أو كوت تحدد كوت ألف تمام لكن دعونا نركز على السبب اللخت والذي يب إلكت إثارا الاهتمام. قال أرسطو إن السلسلة السببية يمكن أن تكون النهائية أي آل يمكننا أن نجنب نان عندما نقول أن السبب والسبب لذلك مع لذلك يجب أن يكون هناك سبب أول لجميع آخرين نقطة الأسباب تالحرص لهن فاصلة فلن يكون لهم ألف حسن فاصلة نحن نقبل أنه يجب أن يكون هناك سبب أول لتجنب للنهاية من التكرار وإذان سألناني أنفسنا من الذي خلقنا السبب أقلول فإننا نفهم أن السبب أقلول هو السبب أقلول ويبقى لأنه لا يصنع أسباب وجوده ألف وثاني أن السبب أقلول آل يمكن إنشاؤهن لأنه كسبب أول يجب أن يكون ففعل خالص أنهن أذان كان محتمل أو محتمل فاصلة فأن يمكن أن يكون ألف فعل ألف خالص أنهن ففعل محتمل نقطة وليس إش في الفعل أي أننا للسبب يا ألو لا يشك إلا آل يمكننا أن يسببه شخص آخر لنهن هو كلنا ما هو موجود وف مثلا أنهن سبب كل الأسباب لوجوده النفهون شعل نحد تعب أرسطو إنه محرك ثابت نقطة يمكننا أن يكون السبب الجامد الذي هون سبب كل ألف سبب ألف فعال أو ألف حك مادي أو ألف رسمي إنهم ألف جميع موجودون فأشياء الموجودة نقطة إنه غت متحرك ليس ألنه يستطيع الترصف فاصلة ولكن ألنه يملك القدرة على نطلق أين تغي فكيانه لذلك فاصلة يمكن تعريف المحرك الساكن يألول فاصلة كمان قال باسكال إله الحكماء والفلسفة فاصلة أفضل قول عن الحكمة هذان أؤلله فاصلة النف الواقع ليسن أكت من مفهوم فلسقنيا للكون رسم تاف تطوره أرسطو
الأكون في هان السبب وهكذان فاصلة وبنفسنا الطريقة ولنهات للسبب ألون فاصلة نفأنان بدوري السبب ألون لنا الفعل وبالة لعواقب هم تحيث حال الحالية فاصلة وبنفس الطريقة أنا ألفنا الأيض أول سببنا لنا الفعل نقطة سبب التأثيت نقطة مستقبلنا أفعل نقطة ممان يعي أنه من اللحظة تتأل ح وأتحكم ضاء تول في هان مسؤولية يضد فاء ياء ح أتحكم إي أيضا فاصلة وهو المستقبل الذي هو نوع الشخص الذين أريد في المستقبل ألف النقطة حق أن أكون نقطة القانون القادم نقطة قانون الجيل يشت قانون التوليد إلى حقيقة أن الجيل موجود فكل مكان ويتجلن الجيل على جميع المستويات يتمنى إنشاء كل نعيش فالكون ويتم خقن الكون باستمرار فاصلة وعندما يولد الطفل من اتحاد رجل وامرأين فاصلة هكذان تولد حياتنا أذان كانت أقوم فرس حياة اليومية بتوليد ال والخالف والنقد والحسد إلى نقطة سأخلق باستمرار ألف أسباب سلبية لذلك سأؤمن أن كل إنشاء ليست على من يرام بالنسبة ال على العكس من ذلك فاصلة أذان كان اللفن والطيبة سيطرتنا فستكون ناء الأمور مختلفة ألن بالنسبة نقطة للستالم من المهم آل ننشأ أن من يتم استالمه هو ألف دائم حجم من يتم تقديمه قطب ياء لذلك فاصلة أذان فهمنان أن هناك دوري يفل كونا أن مبدأنا التوليد يخنتنا أنهن عندما يجتمع هذان القطبان ألف مع فإنهما يخلقان أشيء ألف جديد وبمان أن مبدأ التوليد يركز فقط على العملية الإبداعية نقطة ضعنان نبحث ألف دائم عن الجانب الجيد والجانب الجيد من كل إشي شاء يحدثنا لنا وعند هذه النقطة أتوقف ألف مؤقت فاصلة ندركنا أنهن أذان كانت مجرد المعرفة بهذه القوان ياء قد تتغدى لن أدرك ألف أيضا أن لم أعد مثلنا الشخص الذي بدأنا فاستماعني إيه لهذه القصة فاصلة فما ذان ستكون إيه مكانات في حياة أذان قمتنا بتطبيق قانون لحياة تيمنح قانون الحياة استقالنا حتمكننا من بناء حياة بطريق الخاصة فاصلة ويمنح القانون القدرة على تحقيق أزدهار رص والمكانة دون التعدي على حقوق أي شخص وفرصه وليس من نورين الآن نخطون على رؤوسنا للصعود إلى القمة يمنح قانوننا الحياة القوة للتغلب على نقاط ضعق وعيو يمنح قانوننا الحياة موهبنا الإصالة أنهن بنفس الطريقة تال أكون في هان ألف فريد وقت قابل للتكرار فإن إشياء تال أقوم بهان فريدنا ألف أيض فاصلة ولدي أيضا القدرة على اكتشاف طرق جديدة وأفضل بطريقة مختلفة عن أين شخص آخر يمنح قانون الحياة سلطة على المان ويجعل صاحبة والمستقبل ضد ح الحقيقة تحررت لمزيدنا من مقاطع الفيديونية التحف والتأمالة العميقة والفلسفة تفضل بزيارة قناة حيث يمكنكن ألف أيض العثور على مجموعة نقطة واسعة من مقاطعنا الفيديو حول التاريخ والفن والساطب.